أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله تعالى. أريد أن أتحدث هذه الليلة في مقدمة قصيرة عن طريقة الله. رب العالمين عنده طريقة في التعامل مع الناس، في التعامل مع البشر. رب العالمين، نعم، هو قادر على كل شيء، إذا قال لشيء كن فيكون. رب العالمين إذا أراد لشيء أن يقول له كن فيكون، إذا أراد. وهذا يعني إيه؟ إعجاز الله، يعني الله يريد أن يثبت أشياء في ظروف معينة أو في حالات معينة، ولكن ليست هي طريقة حسب تعبيرنا، ليست طريقة العادية. طريقة العادية هي الطريقة التي رسمها، اللي سماها السنة. السنة مو يعني السنة وشيعة، لا، السنة يعني قانون. تلك سنة الله، تلك سنة الله، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة يعني قانون، اللي أنا سميتها طريقة. طريقة رب العالمين هي مع البشر هذه، شنو؟ أنه أيها البشر، أيها الناس، أعطوا من أنفسكم، أثبتوا شيء في الصلاح، أثبتوا شيء للرجوع إلي، أثبتوا شيء في صدقكم معي، أنا معكم سأكون كما تريدون. طريقة الله هيك، طريقة رب العالمين هيك، أنه إن صلحت سريرتك الله أصلح أمرك. سريرتك إذا أصلحتها الله يصلح أمرك، إذا أصلحت نيتك الله أخذ بيدك، وفقك الله. ولذلك لما نشوف في الآيات الكريمة أو في الروايات أنه إذا أراد الله بعبد خيرا، شنو إذا أراد الله بعبد خيرا؟ يعني الله حتى لو العبد مو خوش عبد الله يسوي زين رغما عنه، لا، مو هالشي. قلت الله يقدر، بس هي مو طريقته هذه. واحد مو خوش إنسان، واحد حشاكم تافه، الله يريد يخليه نبي، مو هذه يعني. يقدر بس ما يسويها، لأنه طريقته مو هالشكل. واحد عليه حال سيء، واحد مجرم، رب العالمين يراقبه، يشوفه أنه تاب إلى الله، رجع إلى الله، ندم على أفعاله، يعني رمم خرابه، أصلح أمره، أنطى حقوق الناس، تبارد ذموي الناس. رب العالمين يشوفه، أرضية أن يكون خوش آدمي، هيئها في نفسه. رب العالمين ينظر إليه، ورب العالمين يريد توفيقه، يعني يوفقه. أضرب لكم مثال هواي جميل الآن جبالي، مثال هواي جميل. الفلاح يمتى احنا نرجو من عنده، متى نرجو من عنده ان يكون له نتاج؟ يوم اللي يشوف الرجال يروح يصلح الارض، يستصلحها، يحرثها، يقلبها، يرتبها، ينقيها من الشوائب، ويفتح عليها الماء، ويجيب البذر. من يشوف هالشكل يقول هذا رجل سيحصل على شنو؟ على محصول جيد. هذا سيحصد ويحصل على محصول جيد. تقول شلون سيدنا تحكي بالغيب؟ لا، ما احكي بالغيب، لان هذه المقدمات وهذه التهيؤات راح تنتهي الى محصول جيد. فشي يقول رب العالمين، يقول اردت لك، شوفوا، اردت لك ان تكون مثلا موفقا في زراعتك. واحد يقول يا ربي انت تريد هذا ان يكون موفق، ليش ما تريد الاخرين؟ فانت يعني كيفك. صحيح كيفي، ولكن عبدي شلونه؟ عبدي
هو شلون هي أموره لو ما هي أموره. أما إذا واحد فلاح وعايف قاعة وكلها دغل وكلها ما أدري أشواك وكلها أملاح وكلها حجر وكلها ما أدري كذا، نقول له يا بي أنت راح تحصل، لا ليش؟ أرضيته مو مهيئة، أرضيته غير مهيئة. صار واضح المثال؟ نرجع إلى وين؟ إلى فكرتنا. شنو فكرتنا؟ أن الله سبحانه وتعالى يرى أرضية البشر، نياتهم، دواخلهم، قلبه شو يحمل، نيته شنو نوعها، سلوكه شلون صار. رب العالمين ينظر إلى، كما ورد في الرواية أن الله ينظر إلى قلوبكم قبل أن ينظر إلى أبدانكم، الله ينظر إلى نياتكم قبل أن ينظر إلى أفعالكم. شوفوا النيات إذا صلحت، المقاصد إذا طهرت، القلب إذا خشع، رب العالمين يفتح عليه الخير، يفتح عليه الخير. هاي طريقة الله، هذه طريقة الله مع عباده. تشوفون أنتم بعض الناس تقول سيدنا شلون ما شاء الله هذا شلون تغير، تغير يوم اللي هو يريد، هو يريد رب العالمين هم شنو يوفق، اللي ما يريد. هاي الفكرة من وين استوحيتها؟ من مجموعة ماذا؟ أدلة. بس اليوم أريد أنقل لكم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أتأكد هاي القضية، أتأكد هاي القضية. تسمعوا الرواية؟ جي الرواية هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، شوف هنا كلمة أراد، يعني الله أراد. بس شلون فسرنا أراد؟ شلون فسرنا أراد؟ أراد يعني الإنسان هو أراد، الإنسان هي نفسه، فلذلك الله شنو وفق في ذاك الاتجاه. كلمة أراد لا يلعبون عليكم البعض يقول ها إذا إحنا مجبورين، الله يريد يصير، ما يريد ما يصير. لا، الله مو ظالم، استغفر الله، الله مو ظالم، الله عادل، الله رحيم، الله ودود. بس يشوف عبده شلونه. قلت أنا أول كلمة من بدايتها شنو قلت؟ طريقة الله مع عباده هي هذه. شوف الرواية شو تقول. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا، إذا الله يشوف عائلة هي، اسمعوا جيدا، هي مؤدبة وأولادهم مربيين واللقمة الحلال طب للبيت خوش لقمة، يعني لقمة حلال عن عرق جبين وكد يمين، زين، ويشوف الحياء، يشوف كل هالأمور في العائلة هذه موجودة، اسمعوا جيدا. فرب العالمين من يشوف هاي الأشياء في العائلة موجودة، فأرضية أن يكونوا أهل خير شنو حاصل؟ الأرضية حاصلة، أرضية مهيئة. رب العالمين يقول هذه الأرضية ما دامت موجودة أنا أجعل فيكم خيرا، أنا أجعل فيكم خيرا. ليش؟ هواي ناس عندهم فلوس، هواي ناس عندهم أولاد، عندهم بنات، عندهم جاه وعندهم وضعية، بس نكب ونكد ومشاكل ومأساة وشقاء. قضية مو أنه أناش عندي، قضية أناش ماذا أنوي قلبي، إرادتي، طهارة النفس، طهارة القلب. يا إخوة نؤكد على طهارة النفوس، نفسك خلي تصير طاهرة، الله شاهد كل أمورك راح تطهر. شوية أنت أصلح بالك، أصلح بالك يعنيتك أصلحها، شوف الله شلون يفتح لك عليه، يفتح عليك أبواب الخير. أما أنت تدخل مشروع بس تريد تربح زايد حتى على أي حال تحصل على فلوس، حتى لو كان الناس يتأذون، أنا أدخل في فلان سلك أصير شرطي حتى أتجبر على الناس وآذي الناس وآخذ وأنطي. لما تكون النية غلط ما راح أشوف خير. وأنا أعرف وأنتم تعرفون، أنا أعرف وأنتم تعرفون أشخاص قد يكون راتبهم 5 ملايين بالشهر
بس ما عايشين السعادة أصلا. أنا أعرف ما عايشين سعادة، زوجته زعلانة وبنته مطلقة وابنه خائن مدري كذا، يقول أنا شو أسوي، عنده فلوس وعنده وضعية. قضية مو فلوس، أنت شنو قلبك وشنو نياتك اللي هي تحدد مسيرك مع الله سبحانه وتعالى. إذا أراد، أقرأ الرواية اسمعوها جيدا، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا فقههم في الدين. الله يفتح لهم شنو؟ يفتح لهم أبواب التفقه. التفقه أنا بينتها في محاضرات سابقة وحلقات سابقة، التفقه يعني الوعي، الوعي الديني، مو أنه لازم أنت تجيب الحوزة، لا لا، الوعي الديني، تفهم الله شي يريد، طريقة أهل البيت شنو، تعاليمهم ماذا، رب العالمين ما الذي يحبه وما الذي يبغضه، هاي يسموه الوعي الديني. فقههم في الدين بعد، ورزقهم الرفق في معايشهم. الله يلهمهم، يلهمهم، ينطيهم وعي في أنه شلون المعاش اللي عليه حال يقومون به من مصاريف وقضايا كذا، شلون يكونون عليه حال يتمسكون بالرفق. الرفق بمعنى عدم ماذا؟ عدم حسب تعبيرنا الطغيان والجشع ونوع من التعدي. والرفق، ورزقهم الرفق في معايشهم بعد، والقصد في شأنهم. شؤونك راح تصير مقتصدة. مقتصدة يعني شنو؟ يعني وسطية، وسطية، لا كل يوم شايل تفقو ومسوي لك مشاكل للعشائر، لا أنت علي حال واحد ذليل وخانع ومسكين ومستكين أمام الناس، لا. ورزقه شنو؟ ورزقهم الرفق في معايشهم والقصد في شأنهم. قصد من الاقتصاد، اقتصاد يعني شنو؟ الوسطية، وسط، لا إسراف ولا تبذير ولا بخل وتقتير، بين بين. القصد بمعنى شنو؟ بمعنى الوسطية. والقصد في شأنهم بعد، ووقر صغيرهم كبيرهم. شوفوا هاي الأخلاقيات هواية تأثر في توفيق الإنسان. أما الشباب اللي يهينون الكبار، الأب ما يدير بال لأمه وجدته ووالده وما يحترمهم، هذا كله سلب للتوفيق. سجلوها علي وأنا به زعيم، زعيم يعني أنا به، أنا مصر على الحكاية. اللي ما يحترم والدينه واللي ما يحترم أهل الحق اللي عليه، أستاذه، أستاذه، إيه نعم، أستاذه، المعلم والوالدين وأهل الشأن الذي في الواقع هم علي حال لهم حق عليه، إذا ما يحترمهم يسلب التوفيق عنه، ما يتوفق. لو هسه دكتوراه، لو ما أدري آية الله، ما يتوفق. ووقر صغيرهم كبيرهم، هذول منه؟ إذا أراد الله بهم خيرا. وقلت إذا أراد الله بهم خيرا يعني شنو؟ يعني هم أرضية الصلاح عندهم مهيئة، هم هيئوا أنفسهم. بعد شي يقول الرسول صلى الله عليه وآله، وإذا أراد بهم غير ذلك. إذا الله مو أنه هو ما يريد ناس يتوفقون، لا، هم ما أنطوا من نفسهم، هم ما أنطوا من نفسهم، ما أصلحوا بالهم، ما أصلحوا نياتهم، ما أصلحوا شأنهم، فش يسوي؟ وإذا أراد بهم غير ذلك يعني الخير ما أراد، الله ما أراد لهم الخير. لا تقول لي سيدنا شلون الله ما يريد الخير، يعني الله يجبر الناس على الشر؟ لا، استغفر الله، هم ما أنطوا من أنفسهم. الفلاح اللي ما هيئ الأرض مالته، اللي ما هيئ الأرضية مالته، ما رح يصير عنده زرع، واضح. وإذا أراد بهم غير ذلك تركهم هملا، تركهم هملا، عافهم، عافهم. وأقول لكم يا أخواني، اللي الله يعوفه ترى هواي وضع تعبان، هواي وضع تعبان. إذا الله أهمل شخص ما دار لبال، اقرأ عليه الفاتحة. ليش؟
ما جاء يتكلم، ما جاء يتكلم في واقع الحال من باب أنه راح يموت، لا لا، ما راح يشوف الخير لا بدنيا ولا بآخرته، لا بدنيا ولا بآخرته. لأن توفيق الله بنظر الله لعباده. لذلك يقول يا ربي، يا ربي انظر إلينا نظرة رحيمة، يا ربي لا حسب تعبيرنا لا تتركنا، لا تهملنا، لا على حال تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. لما رب العالمين يعوف الإنسان، أخواني أنا ما أريد أطول في المقدمة بس أريد أقول شيء هواي مهم، لما الله سبحانه وتعالى يشوف الإنسان هو ما ملتفت وقام يغتر وقام يتجبر وقام يعجب بروحه، ما أخذته صيته وشهرته وفلوسه ومنصبه وكذا، الله سبحانه وتعالى يكله إلى نفسه، يكله إلى نفسه، يكله يعني يهمله، يهمله. فإذا همله كما يقول الإمام الصادق، ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، فإن وكلتني إلى نفسي هلاكت، هلاكت، أنا أهلك يا رب، ما عندي ملجأ إلا إليك. فأيها الأحبة، أيها الأصدقاء، لنرجع إلى الله، لنرجع إلى الله. إيش أسوي سيدنا أرجع إلى الله؟ أول خطوة أصلح بالك، نياتك أصلح، قلبك طهرة، ابتعد عن الغلط قلبا ستبتعد عن الغلط فعلا، ابتعد عن المعصية قلبا ستكون بعيدا عن المعصية عملا. هذا كله بحاجة إلى أن نحن نعطي مؤشرات إلى الله. الله يعلم ما في القلوب، هذه المؤشرات رب العالمين يتعامل معها بحسبها. نسأل الله سبحانه وتعالى إصلاح الأمر. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب، إنك تعلم خائنة الأنفس وما خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إنك تعلم خائنة الأعين تروح منا ومن عيوننا وما تخفي الصدور من نيات غلط. نعم، إذا أكو متصلين تفضل. نعم أم علاء، تفضل يا أم علاء. السلام عليكم. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحت مبارنا زمانك إن شاء الله محمد واحد. الله يبارك فيك، حياكم الله. تفضل. الله يخليك. طيب أنا أسأل كلش مهمات، وأنا ما عندي تلفزيون بالبيت بس صديقاتي قالوا سيد على التلفزيون وإحنا راح نتبع الأجوبة. سيد أنا حملة دار، يعني شلون حملة دار؟ الله يدرون ما مرة اللي صرت حملة دار، يعني شفت هواي سلبيات، يعني من المهم إحنا مجموعة من الروح صديقاتي موظفات وياي، بس شنو أنا أدفع للشركة إني أروح وياه، مثلا أدفع للشركة 5 أوراق 750، هي تريد بالاقتصاد اخذ عليها ورقه ترفعني، هل هذا يستمر؟ هذا يعني اقساط للناس، اقساط للناس. نعم هو بالشركه ما له علاقه، يقول انا ما اعطي الناس دار، ما راح اقبلني، هو غير محافظه وانا غير محافظه. المهم فيقول انا ما اعرف الناس، انا اتعامل ويا شفت، هو رجال يريد مني حمره. سؤالك الاول واضح، سؤالك الاول جدا واضح. سؤالك الثاني، السؤال الثاني، ولد ما عنده فتوته تكسرته من جوارينا، قالت أنا ما أعرف أعطيك أنتي، أنطتني فلوس، فمن اشتريت الفلوس؟ قالت هلا ما قدرت ترحم ويا السوق، السوق كذا زلم، أنطيني الفلوس، قمت أنطيت الفلوس، أول ستوت اشتريت لي أنطتني 1.5 مليون. بلي. حسيت 1 مليون، هم تحت أنا برده لأن أنا استلمت الفلوس. يعني أعطتك 1.5 مليون، قالت أنا أحسب ايه؟ عليكم 2 مليون. إيه 2 مليون، ووفاها الولد ما قصر. يعني وفى ما قطع ولا. إيه بس هاي معاملة حرام. هاي راح أبينها إليك، راح أبينها. سؤالك إيه؟ الثالث. الثالث اشتريت قرآن. اشتريت من قرآن. من الدرج الحديد هذا اللي ننزل من عند المحافظات في الحول. بلي. لما ختمنا القرآن ختمت في شهر رمضان، إحنا 10 خلطات أو مرات يصير أكثر
يعني المهم أنا ما بطول لك السالفة، ما بأخذ من وقت المستمعين. ختمت الجزء الأول وديت الثاني. مهم شو لما نجي هسه خلص شهر رمضان نريد أختم، نكمل إحنا كل الجماعة عندنا للأموات، وإن شاء الله نذكر والديك وياهم. شو لما نجيت لقيت الجزء الثاني، العفو الجزء الثالث، صورة آل عمران مرتين متكررة، وجايبين من آية 15 إلى آية 87 النابة، جايبين من صورة البقرة اللي حاطين لي صورة آل عمران، جايبين 87 للنبي إبراهيم. واضح. يعني مختصر يا أم علاء، مختصر أنه القرآن بتقديم وتأخير وبيحذف وبي تقديم وتأخير وماخذين هواي، يعني قلت لك من آية 15 إلى آية 87 صورة آل عمران. واضح. شلون هسه هاي الصفحة جوز أنا انتبه أكو ناس ما تعرف تقرأ تكتب وتأخر في الشيء. واضح. يعني جزاك الله خير. مشكورة مشكورة، حياك الله. أم حسين تفضلي. أم حسين تفضلي، حياكم الله. هاي جاي تدق على أزرار التليفون. أم حسين تسمعيني؟ نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس سؤال زحمة. تفضل. يوم سمعت السيد يقول إنه اللي يموت اتركي التلفزيون. يا أم حسين يا أختي أخرتينا، عيف التلفزيون، اتكلمي معاي رجاء، اتركي التلفزيون. بابا أنا تاسي التلفزيون. لا لا جا تسمعين تلفزيون، ابتعدي ابتعدي بابا ابتعدي، روحي عن روحي برا وتكلمي معاي بسرعة. يلا يلا بيتي. ذات اليوم أنا سمعت السيد. إيه سمعتي شو يقول؟ يقول إنه اللي يموت ما يتحاسب، يبقى بالبرزخ لحد يوم القيامة. اي اي فانا بسأل على هاي، يعني صحيح انه يبقى بالبرزخ لحد يوم القيامه يلا يتحاسب، لان لما يبقى بالبرزخ شنو يصير فيه؟ مشكوره يا ام حسين، حياك الله. نعم تعطيني. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام سيد، بس عندي استفسار حول لعب كره القدم بالملعب، اذا العب للنزهه او الرياضه البدن هل حلال ام حرام؟ يعني ادفع بالاسبوع 2000 أو 3000 دينار العب بهم طوبه كره قدم بالملعب، حلال او حرام ادفع فلوس؟ واضح. مشكور يا اخي الكريم. خل اجيب على الاخوه المتصلين بعدين اذا اكو شيء انا بخدمتكم. الاخوتم على سؤالها واضح لكم، تقول انا حمله دار تاخذ نسوان وكذا الى مشهد الرضا صلى الله وسلامه عليه، تقول أنا مع الشركة متفقة كل واحدة من الزائرات 750,000 دينار، بس أنا أخذ من الزائرات مثلا 900 مليون، مثلا مليون بس بالأقساط، هذا يجوز بالأقساط، يعني مو دفعة واحدة، يعني بالشهر تعطيني 150 50 100 هالشكل وأزيد عليهم، لا إشكال في ذلك، هي هاي التجارة أم علاء، التجارة هي هذه، أنه أنت تشترين بسعر وتبيعين بسعر، تشترين المقعد 750,000 وتبيعي شنو؟ تبيعي ب900 بمليون بالآجل، لا إشكال في ذلك، هذا مو حرام وهي تجارة ما في مشكلة. تقول ما عند واحد ما عند ما أدري شغل وستوته وكذا، وجيرانتنا أنطت 1.5 مليون بس قالت أنططوني 2,000,000، هذا ربا هذا ربا، قولي لها روحي لها قولي لها السيد العلماء المراجع يقولون هذا ربا، اللي أخذتي 500,000 زايد ترى حرام، هذا بالنار، قولي لها فهميني، ما تفهم ما تعرف، فقولي لها هذا ربا، تقول شنو أنا انطيتها 1.5 مليون هالشكل مجاني، فمن يقرض الله قرضا حسنا، هذا قرضة حسنة لو قرضة سيئة، إذا قرضة حسنة إي بلي لأجر من الله، إذا قرضة سيئة يعني ربا، أخذ فوائد ربا، هذا ما يجوز. لو شوفوا جاي أعلمكم طريقة جديدة، لو كانت هي صاحبتك هذه جيرانتك، لو كانت رايحة هي مشترية ستوتة، هي تروح تشتري أو تطيش إلك أن روح اشتري ستوتة إلي، تشتري لها إلها ستوتة مثلا ب1.5 مليون وبعدين تبيع لكم إياه 2,000,000 بالآجل، ما في مشكلة، يعني تشتري وتبيع لكم،
أما تعطيكم دين تعطيكم قرضة 1.5 مليون على أن تسددوا لها 2 مليون هذا ربا حرام. وكل درهم، أنا عندي محاضرة في هذا المجال راجعوها في اليوتيوب موجودة، أن الدرهم الواحد شي يسوي بالإنسان، شي يسوي بالإنسان. والقرآن لما يتكلم عن الربا فالشيء عجيب غريب انصاف. نعم، سؤالها الثالث يقول اشتريت قرآن تصحيفة، تصحيفة يعني تجميع القرآن وربطه وتجليده، أكو خلل، بعض الآيات ناقصة، بعض الصفحات مقدمة مؤخرة، تقول هذا شلون؟ هذا إشكال على المطبعة، إشكال على الجهة اللي طابعته. وللأسف إحنا بالعراق هوسة، بالعراق هوسة، لا أكو جهات مراقبة، لا أكو جهات مجوزة، مو أكو. كل دولة لما يريد يطلع مطبوع يروح إلى الجهات يقول هذا لكم حق الطبع وتنشروا أو ما لكم حق تنشروا. للأسف ماكو هذا الشيء، ويشوفون هذا الأمر موجود. هسه إما قرآنك هو هذا فقط هو أو كل الطبعة ما أدري، بس عموما تنبيه الناس مهم جدا. أم حسين تقول أنا سمعت أنه يقولون الإنسان من يموت ما يتحاسب إلى يوم القيامة. بلي، يوم الحساب يوم القيامة، يوم الحساب يوم القيامة، ويوم القيامة هو يوم شنو؟ يوم توضع الموازين، توضع الكذا، والناس يحاسبون. أما في البرزخ شنو؟ في البرزخ، هاي الحالة البرزخية يعني من بعد أن يموت إلى يوم القيامة، هاي هذه الفترة فترة البرزخ، شنو اللي بيها؟ حسب الروايات أن الإنسان بحسب عمله، بحسب عمله، إن كان صالح فقبره روضة من رياض الجنة، وإن كان سيء فحفرة من حفر النيران. رواية عندنا، المؤمن أو الإنسان إذا مات إما قبره روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. فلذلك يشوف الإنسان السيء في فترة البرزخ أيضا يعذب. بلي، أنت ناشر مقطع على واحد كذب بي، تشهير بي، تسقيط بي، وأنت مشتم لك واحد، أنت بايق لك واحد، أنت ظالم لك واحد، طول هذا الفترة اللي أنت بالقبر كل ما ذاك المنشور ينتشر، كل ما ذاك المقطع يتروج، أنت هناك تقرع على رأسك. ليش؟ لأن ما ينشر من الكذب أنت سببه، ما ينشر من الكذا أنت سببه، ما يكون من الظلام أنت سببه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بالنا، يصلح بالنا، وليكن قبرنا قبر شنو؟ حفرة من حفر النيران. أحمد تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، بارك الله فيك. سيدنا، مرات الوالدة أو الوالد أو أخوان السر مثلاً مبالغة بالحلف، مثلاً إذا صار عصبي يقول الأخوان اللي والله إلا بالحق، والله إلا بقتلك لو أسوي لك هيك، هذا الحلف مات شنو؟ هو ما يدل حياة ويقتلك، والله شنو يقول؟ والله أقتل حياة شنو؟ والله إلا قتلك مثلاً، والله إلا بالحق الحق أو أسوي لك فرشيني مزيان، صحيح بس صحيح. ما يقدر. واضح واضح. مشكور يا أخ أحمد على اتصالك. الأخ صاحب البصمة يقول أنا أريد ألعب لعبة كرة القدم وأرفع عن نفسي وأقوي يعني رياضة بدنية وأدفع فلوس عليها، ما في إشكال، أنت تأجر يعني كأنما أنت تطي فلوس أن الساحة يعطوك إياها أو الساحة يعني يعطوك فرصة أن تلعب فيها، ما في مشكلة، لا إشكال في ذلك. طبيعة الحال أنت ما جاي تطي فلوس حتى أنه أي واحد يغلب ويأخذ الفلوس كلها، يعني ماكو مراهنة، وإنما نلعب هذا اللعب على حال فرصة أن أركض وأتمرن وأنفه عن نفسي، لا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. الأخ أحمد يقول الأخوة والأخوات الوالدة والوالد بالكلام يقسمون، والله هيك يصير، والله لأن أسوي فلان كذا، يقولهم ما يقدرون يعني، ولكن هذا القسم شنو؟ شوف يا أخ أحمد، القسم قسمان، القسم على نوعين، عندنا قسم يسموه اللغو، لغو لغو يعني ما أقصد اليمين الشرعية، لغو، هذا التعبير مو من عندي، قرآني يقول.
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله، ما يحاسبكم على شنو؟ على اللغو هذا، والله هيك، والله شفت شلون، والله كذا، والله لا اروح فلان مكان، والله هاي، والله والله يسمون لغو في الايمان. شاوين الله يحاسبنا؟ يحاسبنا اذا عقدنا القلب على الايمان، عقدنا يعني احلفنا، واحنا نقصد الحلف، نقصد اليمين، عقدتم الايمان، عقدتم القلب عليه، واضح؟ فعندنا قسم حسب تعبيرنا اللغو، وعندنا قسم شرعي حقيقي. هذا اللي يصير بكلامنا وسوالفنا وحواراتنا أكثره اللغو، بس رب العالمين عنده حكاية لطيفة. شو يقول؟ لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تخلون الله اسمه على حال مبتذل، أي حكاية قلت والله، أي حكاية قلت والله، هذه عرضة لأيمانكم، يعني يصير رخيصة، كلمة الله تصير رخيصة، الله ما يريدها. يقول شوي احترموا، قدروا، هذا اسم الله، اسم جبار السماوات والأرض، لما تذكروا ذكروا بشنو؟ ذكروا بمحلة، ذكروا بمكانة، مو أنه حشاكم يريد ما أدري يسوي فلان سفاهة وفلان تفاهة يجيب اسم الله. وأنا أشوف يعني بعض الأحيان يرسلوا لي مقاطع، أقول سيدنا شوف، وحدة مغني، والله أنا هيك سويت، والله أنا طلعت هالشكل، في فسادك، في فجورك تقسمين بالله؟ أو ذاك يقول والعباس والكذا أنا عندي علاقات، والله هذا صحيح؟ القضايا الفجور والفساد والكذا نجعل الله سبحانه وتعالى وأهل البيت عرضة لأيماننا، واضح؟ نعم، عدي متصل. نعم تفضلوا. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام. هل يجوز للمرأة أن تصلي أمام زوجها أو ابنها أو أخوها وكذلك للبنت؟ زين، سؤالك واضح يا حبيبي. شوفوا إخواني، أنا سابق وأن قلت هذه القضية، أنه ما يصح للمرأة أن تتقدم على الرجل في الصلاة. عندنا روايات أن تتقدم المرأة على الرجل في الصلاة ما يصير، سواء كانت أمي أو كانت أختي أو كانت زوجتي، أي امرأة أجنبية أو شنو أو من القرابة، ما يصير تتقدم على الرجل أو على الذكر، حتى لو كان شاب، حتى لو كان ولد عمره 13 سنة، ما يصير، واضح؟ فإذا تقدمت المرأة على الرجل في الصلاة ستبطل صلاة المرأة وتبطل صلاة الرجل. سمح السيد السيستاني يقول كلتا الصلاتين تبطلان. فإحنا يقول سيدة ماكو مكان، عليها خلي صلي الرجال بعدين خلي صلي المرأة، أو خلي صلي المرأة بعدين صلي الرجال. أما مرة واحدة إحنا واقفين وهذه قدامي وأنا أصلي، ما يصير. زين سيدنا، شقد واحد يتأخر؟ يعني المرأة شقد تتأخر عن الرجل؟ يعني لازم تتأخر في مترين ثلاثة؟ لا 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 لا، تتأخر بمقدار الذراع، بمقدار الذراع. يعني أنا واقف هنا، هي خلي بمقدار نص متر ترجع عني، يعني لما تسجد سجودها راح يصير وين؟ محاذي إلى وقوفي، هذا بمقدار ذراع، ما يحتاج، المهم لا تطلع قدامي، واضح؟ الله يبارك. نعم تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نسأل السنة الواجب قضاءها، أنا مطلوبة عدة سنين مارس صلاة، من أريد أقضي عن كل سنة 9 أشهر لو سنة كاملة. سؤالها مو واضح، عندها قضاء صلاة أي؟ ليش 9 أشهر؟ علي قضاء صلاة. زين، يعني الأخوت لطيف، خوش سؤال هذا، هذا خوش سؤال. إذا هذا اللي فهمته الآن، تقول إحنا النسوان، إحنا النسوان بالشهر 10 أيام دورة شهرية، وهذا خوش سؤال لطيف. تقول إحنا عندنا دورة شهرية، يعني إحنا حسب تعبيرنا من نبلغ بلوغ النساء، احنا الله مسامحنا 10 أيام أو 5 أيام أو 7 أيام، كل واحدة ودورتها، يعني كل واحدة ودورتها.
واحدة 5 أيام دورتها، واحدة 7 أيام دورتها الشهرية، واحدة 10 أيام. تقول أنا لما ما مصلية لمدة 10 سنوات وكنت ما أدري عاصية، ولا أنا أريد أرجع إلى الله وأريد أتوب إلى الله، إيش قيل أصلي؟ أصلي سنة كاملة قضاء لو أشيل ذيك الأيام اللي ما علي؟ بلي شيليها، بس ما أقول لك أنا إيش قيل، ما أدري. إذا أنت دورتك الشهرية 5 أيام بالشهر، فبالسنة 60 يوم، أنت شنو؟ 60 يوم أنت معذورة، يعني شهرين لازم تصلين 10 أشهر. إذا تقولين لا أنا دورتي الشهرية 10 أيام، يعني بالشهر 120 يوم، بالسنة 120 يوم، أنت معذورة، يعني 3 أشهر. واضح أختي؟ كل وحسب دورته الشهرية. خوش سؤال، حلو لطيف، أحسنت. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم هل السلام. يحق للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه؟ الأخت تكرر سؤال سبق وذكرنا، أنه هل يجوز للمرأة أن تمد يدها في جيب زوجها لتأخذ أموالا، لتأخذ أموالا أو تأخذ أشياء؟ عدة رجال عطور، تشيل عطور بدون إذنه، عدة ساعات تشيل ساعة بدون إذنه، عدة فلوس تشيل فلوس بدون إذنه، عدة دشاديش تأخذ دشداشة تودي لأخوها بدون إذنه مثلا، هذا لا يجوز أصلا، لا يجوز ذلك. ليش ما يجوز؟ إذن زوجي زوجك، ولكن ما تملكي، أنت ما تملكي، هذا الرجال عدة أمواله الخاصة. ولا يحل، اسمعوا للرسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يحل مال امرئ، مال إنسان لا يحل مال امرئ إلا بطيب من نفسه. ما يجوز تأخذين شيء إلا بطيبة نفسه، يعني يقبل، وإذا ما يقبل لا يجوز ذلك وهو غصب. نعم تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك سيدنا؟ حياك الله. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، في المجازر أي المذابح الأبقار والجاموس، حسب مختصون من الإنتاج الحيواني، أن كل بقرة واحدة أو جاموس يحتوي على 10 لترات من الدم، ما تصل نسبة الدم في اليوم الواحد أكثر من 100 لتر، فإن أصحاب الاختصاص نفسهم يعتبرون أن الدم مادة جيدة ومهمة للحيوان، حيث يجمعون الدم ويضعونه في أفران خاصة، ما يؤدي إلى تحويله من مادة سائلة إلى مادة صلبة، أي يجعلونها علف للحيوانات الأخرى، ما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني نساء. زين، شوف حبيبي، سؤال جدا جميل، أحسن، بارك الله بك. أنا أرتاح من أشوف واحد يطرح أسئلة حلوة حسب تعبيرنا جديدة. يقول سيدنا، المجازر الموجودة، مجازر الأبقار والجواميس، من يذبحون جاموسة أو بقرة 10 لترات دم، فإذا 10 جواميس فمئة لتر دم، 100 لتر دم يعني 5 دبات أم 20 لتر. يقول هذه الدماء بيها فائدة، نعم نجسة بس فيها فائدة. يقول يأخذوها للتصنيع للكذا ويحوروها ويخلون مواد بيها ويصير علف، يصير علف، فيجوز واحد ينطي دم حيوانات، علف لحيوانات أخرى؟ الجواب، الجواب اسمعوا دقيق، الجواب دقيق. عندنا إحنا بالفقه من الأشياء اللي يطهر النجاسات هو الانقلاب. شنو الانقلاب؟ شنو يعني انقلاب؟ يعني شيء ينقلب من شيء إلى شيء آخر، مثل الخمر يصير خل، فلما هو خمر حرام نجس، لما يصير خل طاهر حلال، أكلوه شربوه، هذه يسمونها انقلاب. وعندنا أيضا من المطهرات الاستحالة. شنو يعني استحالة؟ يعني تبدل الشيء إلى شيء آخر. عندي خشب، اسمعوا جيدا، عندي خشب نجس، خشب نجس كله نجس، ببول وبدم وبغائط، نجس كله نجس، بس هذا الخشب أحرقه يصير رماد، الرماد طاهر؟ إيه طاهر. ليش؟
لأنه استحالة صار شيئا آخر، يعني خرج عن كونه خشب صار شيء آخر. صار واضح هذا؟ نجي إلى سؤال الأخ، يقول الدم يأخذوه إلى المختبرات وإلى المصانع إلى الكذا يحولوه إلى علف، يعني بعد ما يسموه دم يسموه مادة أخرى، سووا عليها تحولات وقضايا صارت مادة أخرى، إذا صارت مادة أخرى لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. ليش؟ لأن لا لما تخلي إيدك عليه تقول هذا شنو؟ ما تقول هذا دم، تقول هذا علف. نعم أصله كان دما، كان دما، كان دما يعني تغير انقلب تحول، فما في إشكال. صار واضح حبيبي؟ هذا سؤال أيضا وايد جميل. شيماء تفضلي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أعرف معرفة صحة يحطون على قبر الميت طعام يقولون ثوابا للطير ويدعي للميت، صحيح أو خطأ هذا؟ إحنا هم دا نسوي يعني صار سنين دا نسوي، يعني صحيح هذا الشيء أو خطأ؟ واضح حياك الله أخت شيماء. سؤال الأخت شيماء على حال سؤال حسب تعبيرنا يعني أقول لطيف وكذا يعني عادي، تقول يقولون أنه يخلون أكل على القبر وتجي الحيوانات تأكل فالثواب لصاحب القبر. شوفي أختي ما يحتاج نقول هذا الكلام، هذا الكلام ما يحتاج نقوله. ليش؟ لأن الإحسان، اسمعوا جيدا، الإحسان للإنسان وللحيوان وللشجر وللبشر، الإحسان بحد ذاته بشنو؟ ببركات وبآثار. تريدين تحسنين إلى جيرانك، تحسنين إلى أولادك، تحسنين إلى الناس، هذا إلى أجر وثواب لأنه إحسان. أريد أخلي هذا الطعام على القبر، أخلي حنطة سقبر أو بالشارع مو مهم، أقول مو مهم تجيبين اسم القبر، ما يحتاج قبر، أنا أخذت كيلوين حنطة رحت خليتها للحمام في حرم أمير المؤمنين، ذبيتها للحمام، المن ثواب والدي، ما يحتاج على قبره، والدي قبر ما عنده الله يلعن صدام، زين، ولكن بثواب والدي يروح الثواب، بل يروح الثواب، إحسان هذا. أكل أخلي مولانا، أخلي أكل للكلاب السائبة في منطقة خطية ما عدل، أخلي قربته إلى الله سبحانه أحصل على الثواب باسم الميت الفلاني. ما يحتاج تجيبين اسم قبر، سواء قبر أو مكان آخر بحسب النية، إطعام الطعام وبذل المعروف وعمل الإحسان له شنو؟ آثار، آثار جيدة، بركات، درجات، وعلى حال فضائل يحصل عليه الإنسان سواء على قبر الميت أو بنية الميت، لا إشكال في ذلك. نعم نعم. أم رضا تفضلي. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا أكو بعض معامل الحلويات اللي بالعراق واللي بخارج العراق من الدول المجاورة تضع صور مراقد الأئمة المطهرين مثل قبة الإمام الحسين عليه السلام أو الرضا وإلى آخره، فأرجو بيان رأيكم بهذا الموضوع. إحنا صراحة ما مرتاحين بهذا الموضوع، مرتاحين هم في الموضوع أبدا، لأنه العلبة راح تكون في النفايات وإلى آخره، فأريد توجيه منك بخصوص هذا الموضوع، حكمة فقط هذا الموضوع، ودمتم وحفظكم الله. أحسنت يا أم رضا وسؤالك هم جميل، وأنا أشكر الأخوة اللي يطرحون أسئلة جميلة ولطيفة. الأخت أم رضا تقول مو بس الحلويات، مو بس حلويات، أشياء كثيرة يبيعون، مثلا قمصان، يبيعون سجادات، يبيعون كذا، يخلون كدعاية على الغلاف أو على الكيس أو على العلبة صورة مرقد الإمام أمير المؤمنين أو مرقد سيدنا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وقبة النبي الأعظم القبة الخضراء. فبعدين هم تدرون هاي تلقى بالقمامة وتسحق بالأرجل، فهذه شنو؟ شوف أخواني عندنا كحكم فقهي
أنه لا يجوز لنا أن نهتك هتك أن نهتك ونهين إهانة أن نهتك ونهين مقدساتنا، سواء اسم الله، آيات الله، أحاديث أهل البيت، ما يجوز إحنا نهتكها ونهينها، أو يصير إلها حسب تعبيرنا جسارة. يعني مثلا جابوا لي جريدة والجريدة بها روايات، ما أقدر أسويها أنا سفرة ويلا تعال أكله، ما يصير. هاي الجريدة بها أسماء الله، بأسماء الأئمة، أسماء النبي الأعظم، بكلمات النبي الأعظم، ما يصير نخليها سفرة، وسفرة إهانة هذه، فضلات الأكل ما لا تنطيح عليه، ما يصير. فلا بد أن لا يصير إهانة، لا بد أن لا يصير إهانة. فالهتكها فيها إشكال. واحد يقول سيدة ما ننوي، هي قضية مو الهتك، مو بحسب النية، الهتك بحسب الفعل، ما يحصل في الخارج. نيتك قد ما تكون أن تهتك، نيتك أن تستفيد من الدعاية والإعلام، ولكن ما يقع. وأنا بعض الأخوة قلت لهم في بعض الأماكن، قلت هاي علاقات، تطون علاقات للسلعة، مثلا مكتوب اسم الإمام الحسين، هذا ما يصير، هذا يروح بالنفايات. نعم لابد أن نلتفت، وشيء اللي من هذا القبيل، أنا شخصيا أنا بالبيت عندي كيس أوراق اللي بيها كذا، جرائد، نخليه هناك، إذا يوم الأيام الله وفقنا نروح مكان نحفر لنا حفرة وندفنها حتى هي يعني تتحول وتصير تراب، أو في نهر الفرات أو نهر الشط. إذا واحد يقول الشط راح ينترس كذا، طبعا لا يصير، يعني لا يصير تلوث للبيئة، أن ندفنه في مكان طاهر جيد. واضح؟ نعم. بصمة تفضلوا. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام. هل يحق لي أو يجوز أنه أبنع ابني عمره 17 سنة من الذهاب إلى مجلس حسيني في منطقة ثانية، أمن على أنه المجلس يبدو بوقت متأخر بالليل وينتهي بوقت متأخر بالليل، يعني ب12 يلا ينتهي، صحيح، وتعرف الوقت مو زين والوضع مو زين، صحيح، فإن أخاف عليه من هالوضع هذا. جميل. أخاف بالليل من يجي واحد يضربه. أحسنت. أشكرك على سؤالك الجميل والمهم، بس ما أريد أبشرك، بس أقول للأسف أحذرك، يعني كخبر مزعج، أن هناك إرادات الآن، أكو إرادات مجلس النواب العراقي، أكو إرادات خبيثة يردون يصوتون على قانون يمنع أي أب على أي حال يمنع ابنه من أشياء، أو إذا شاف بيد ابنه أمور مو زينة يمنعه، يعني اللي يسموه العنف الأسري. هذا فت قانون إنصافا فيه جرائم وانتهاكات للأسرة المسلمة، وما أريد أتكلم الآن، بعدين أتكلم عنها. فأنت تقول أنا يحق لي أن أمنع ابني؟ بل أنا لما أشوف ابني يروح مكان، ونعم مجلس حسيني على رأسي، الحسين ومجلس على رأسي، ولكن لما يروح مكان بعيد والشباب مثلا ما أدري وين يروحون، وقضايا ما أدري إيش، لا سمح الله يقع في مشكلة، أو يضربه ماطور، يضربه كذا، بعدين أنا أتندم. فنعم أقدر أمنعه، بس أنا عندي نصيحة. نصيحتي شنو؟ أنه أنا لا أكون دائما مناع، أن لا أكون دائما شنو؟ مناع. فش أسوي؟ فأحاول أنه مرة أمنعه، مرة أنا أروح وياه، أنا أجي وياك بابا، أروح سويه ونجي سويه. ليش؟ حتى لا تصير أنت إنسان حسب تعبيرنا متعسف، وبس تفكر بنفسك وتفكر براحتك. تفكر بابنك، قول ما يخالف بابا، اليوم إذا ماكو زحمة روح ويا أخوك، أو مثلا عمك جاي يروح روح وياه، خالك فلان جاي يروح روح وياه، أنا أجي وياك. أفضل صاحبوا أولادكم وعاشروا أولادكم بطريقة لا تنفرهم عنكم ولا تنفرهم من إرشاداتكم، هذا هو مهم.
الله يبارك فيك ويحرس أولادك ويحافظ ويحفظهم، مو بس أولادك، أولاد الجميع، وأن يكونوا في خير وعافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في ظهور إمام زماننا، ويجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه، وأن يرحم شهداءنا. إحنا يومية اليوم واحد ورد من الورود راح من عندنا، واحد بطل في جبال مكحول راح من عندنا. الله يلعن الدواعش ويلعن مقوي الدواعش ويلعن داعم الدواعش ويلعن الساكت عن الدواعش. أي والله، اليوم واحد من الشباب الطيبين قائد ومخلص راح. اللهم ارحم شهدائنا، عافي جرحانا معوقينا، اللهم أصلح بالنا، أصلح أولادنا، ولا تنسوني والدي من الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.